في وزارتين، وزارة المالية والصحة، أخيرا انتهوا من إعداد مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، وبيجرى حاليا مناقشتها داخل مجلس الوزراء تمهيدا لإحالة المشروع لمجلس النواب خلال الأشهر القليلة المقبلة. كلمة الأشهر القليلة المقبلة دي هي الحاجة الوحيدة اللي يعني بتضايقني. يا عم ما تقول لي إمتى، شهر شهرين قول لي، إنما الأشهر القليلة المقبلة. الأشهر القليلة ما هو ممكن يكون 18 شهر، قليل من وجهة نظر مين؟ مين قال أشهر قليلة؟ يعني محتاجين نصرع الحكاية. احنا طبعا اتكلمنا عن أهمية التأمين الصحي الشامل اللي موجود، وإن هو الحل للقضاء على مخالفات كتير موجودة في المنظومة الصحية في مصر. الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة قال إن السيد عمرو الجرحي وزير المالية عقد لقاء مع مسؤولي بيت الخبرة العالمي اللي بيقوم بإعداد الدراسة الاكتوارية لتحديد الملآة المالية الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وتم الاتفاق بشكل نهائي مع وزير الصحة والسكان على محددات وافتراضات إعداد النموذج الاكتوائي اللي يحدد بدوره التكاليف المترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد والموارد المالية اللازمة لاستدامة هذا المشروع، وده ممكن يساعد الحكومة على اختيار سيناريو أكتر للكفاءة عشان يتم تطبيق المنظومة الصحية الشاملة لرعاية المواطنين المصريين. أهمية المشروع ده إيه؟ أهمية المشروع ده أنه هيتم بموجبه خضوع الأسر المصرية بالكامل، كل الأسر، تحت نظام تأمين صحي شامل مظلة واحدة، وأنه هو هيتغلب على المشكلات الحالية يا رب اللي احنا بنعاني منها دي في قطاع الصحة في مصر بشكل عام يعني وبشكل يومي. هيرفع مستوى الجودة الخاصة المقدمة للمواطنين يا رب، هيعالج برضو مشكلة عدم تكامل أنظمة الرعاية الصحية اللي موجودة في مصر، والأمر ده على فكرة بيعرقل وصول الرعاية الصحية لمعظم فئات المجتمع. طيب عشان نتكلم باستفاضة أكتر، أنا معنا الدكتور أيمن أبو العيلة وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب. دكتور أيمن صباح الخير الأول. صباح الخير أستاذ أحمد، على حضرتك أستاذ المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور أيمن، يعني وإحنا كنا بنتكلم عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وكنت كل مرة وأنا بتكلم عنه مع أي حد كان بيتكلم عن حاجة واحدة وهي التمويل. الثقافة اللي موجودة لدى المصريين بعدم دفع الاشتراكات الخاصة، والاشتراك ده هيبقى شكله كام وهيبقى عامل ازاي، وان احنا في بداية اي منظومة دايما بنبقى سخنين وبنحاول ان احنا ننجح المنظومة، انما مع الوقت بنهملها وبتبوظ. ايه الضمان يا فندم من وجهة نظر حضرتك ان المنظومة تفضل مستمرة، وهنكمل الفلوس دي ازاي او منين؟ مبدئيا هو استدامة التمويل طبعا زي ما حضرتك قلت كده هو شرط من شروط بداية مشروع التأمين الصحي الشامل الاجتماعي، وخاصة حضرتك عارف ان ده حلم بنحلم بيه، يعني عايزين نبتديه ونخوض التجربة، ويجب ان يعني نزول اي معوق موجود امام هذه التجربة. نعم. فالبداية مهمة، لكن استدامة التمويل احد الشروط اللي حضرتك بتقول عليها. التمويل المفروض جاي من ثلاث قطاعات. القطاع الاول الاشتراكات، القطاع الثاني بعض التحملات اللي هتبقى موجوده على المريض نفسه، القطاع الثالث طبعا المشاركه المجتمعيه، والباقي بتتحمله الدوله، يعني بقيه الاشتراك تتحمله الدوله. تمام. يعني اشتراكات ومريض ومشاركه اجتماعيه والدوله. طيب الاشتراطات هنا، اصل احنا بنتكلم يعني حتى التامين الصحي الخاص بالشركات بيبقى دايما بيحمل على فكره برضو المريض جزء، يعني لو هنتكلم 80 20، 75 25، بتبقى النسبه تبقى موجوده كده. فهي دي يمكن الاشتراطات الخاصه بالمريض. دور الدوله بقى هنا فين؟ يعني بتدفع الدوله المفروض في الدوله المفروض يعني بتمول الاشتراك اللي ما يقدرش يدفعه المريض، اللي ما يقدرش يدفع اشتراك. طب ودي تتحسر ازاي يا فندم؟ شوف حضرتك، هي الحقيقه هنا في خلاف، هل هو هنعمل الحد الادنى للاجور، هل هيتعمل شيء اخر، ده خلاف موجود في التامين نفسه. لكن هدي لحضرتك مثال، لو قلنا المشروع نفسه هيكلف 140 مليار، نعم، تملي يعني اكتواريا كده غالبا بيبقى تلته اشتراكات وتلته تحملات ومشاركه مجتمعيه، من ناحيه لو حطيت ضريبه على السجاير، حطيت ضريبه على التبغ،
على المعسل، على اي حاجه ملوثه للبيئه، والتلت الاخر بيكون عباره عن تحمل دوله. تمام. طيب هنا وحضرتك يعني برضو ده بالنسبه للتمويل. تمام. وحضرتك برضو بتتكلم هنا كيفيه التحصيل بقى، لان في وبرضو خليني احط سؤال تاني، في بعض الشركات الخاصه دلوقتي اللي شغاله في مصر في مساله التامين الصحي، هل دي دورها هينتهي بمجرد وجود الامبريلا الخاصه للمنظومه الصحيه في مصر؟ لان هتبقى في شركه واحده مثلا الناس كلها متعاقده معاها، هيبقى ايه دور الشركات الاجنبيه اللي موجوده دي؟ هل هتخرج؟ ايه اللي هيحصل؟ لا هو مش كلهم اجنبي، يعني مش كلهم اجانب، لا في شركات طبعا مصريه بتؤمن في القطاع الخاص، لكن مش ده اللي انا عايزه. هم دورهم في الاتي، لما المنظومه تكتمل بالكامل لازم يتحط في الاعتبار ان هو لما المنظومه تخلص تماما هم دورهم هيتخلص في تغطيه ما فوق التامين. لكن ممكن حضرتك تديهم دور بخبرتهم الموجوده في السوق، على سبيل المثال ان هو واخد ان هو يكون عنده نظام تأميني معين. انا عايز اوضح لحضرتك حاجه عشان اهم من السؤال ده، لان في معوقات موجوده يجب ان تذكر في التأمين، لان التأمين مش هيبتدي بين يوم وليله. طبعا في على سبيل المثال عندك تدريب 30,000 طبيب متخصص في الرعايه الاوليه، الرعايه الاساسيه. هل الفاسيلتيز بتاعتنا اصلا جاهزه يا دكتور؟ ما هو ده اللي احنا بنتفق، يعني احنا متفقين مع الحكومه على البدايه، لكن نوعية وبداية البداية دي هي المشكلة. لازم هندي فترة حضانة لا تقل عن سنة أو سنتين يحصل فيها التحضير الشامل، حتى لو ابتداها في مناطق معينة. لازم يكون في حوسبة للقطاع الطبي طبعا. يعني النهاردة هتراجع زي 2 مليون مطالبة يوميا عشان تدفع للمستشفى فلوسها أو للجهة الحكومية حتى فلوسها، لأنك هتقدم الخدمة هتفصل التمويل عن الخدمة. صحيح. فلازم تحصل حوسبه لهذا القطاع. صحيح. معناه ان كل شيء لازم يبقى على الحاسب الالي. صحيح. سواء مقدم الخدمه او متلقي الخدمه. هل انتوا قعدتوا مع خلينا نقول لجنه الصالات في مجلس النواب، يعني الدكتور نضال السعيد على سبيل المثال كان بيطالب بان البيانات الخاصه باي مواطن مصري تكون موجوده على بطاقه الباركود اللي هي بطاقه الرقم القومي، ويبقى على الباركود بتاعها بمجرد ان يداس يتعرف فصيله دمه ايه، عنده حساسيه مزبوط. من انهي مركبات عنده ايه عنده مزبوط. ايه عنده ايه مزبوط. هل في تعاون يا فندم ما بينكم وبين وزاره ما بين لجنه الصالات عفوا في مجلس النواب يخليكم تعملوا منظومه شامله كده بتقعدوا مع بعض ولا لا؟ انا مش قلقان من متلقي الخدمه قوي، لان عندك كذا قطاع سواء الاحوال المداريه او البطاقات او التامين الصحي حتى الشامل الاجتماعي الموجود دلوقتي اللي المفروض ورقيا بيامن على 56 مليون مواطن قد يكون بدايه. انا قلقان من مقدمي الخدمه وتجويد الادويه واصناف العمليات بحيث ان المطالبه تراجع سريعا عشان ما ياخدش وقت. مش عايز طبعا اخش في تقنيات جامده، لكن بوضح لحضرتك ان احنا هنبدا هذا المشروع يجب ان يبدا على قواعد سليمه، تقدم الخدمه في منطقه تليق بالمواطن المصري، يكون في نظام حوسبه، الطبيب مدرب بتاع الرعايه الصحيه الاوليه، يجب ان تبدا في بقانون هيئه قوميه للرعايه الصحيه والمستشفيات تبقى منفصله تقدم الخدمه الجيده للمواطن المصري. طب هل حضرتك مع ان هذا ان الفكره دي تبتدي الاول في نطاق جغرافي معين وبعدين يتم تعميمها على مستوى الجمهوريه، ولا نبتدي الجمهوريه كلها كده مرحله واحده؟ انا طبعا مستحيل تبتدي حضرتك الجمهوريه مرحله واحده، بس مستحيل كمان تبتدي في 3 محافظات او 4 بس. يعني يجب ان الاول زي ما حكيت لحضرتك تمشي بالتوازي، تبتدي اصدار القانون ومعاه قانون هيئات مقدمه الخدمه ومعاه قانون الجوده، الثلاثة يطلعوا في نفس التوقيت، يحصل فيهم تدريب للأطباء في خلال سنة مثلا بدبلومة مجموعة تاخد فلوس كويسة عشان ما تتعرضش لأي ضغوط، هذه المجموعة تبقى 30,000 طبيب هم المفتاح الأول. طيب لو ما حصلش يا دكتور؟ هنقول وجهة نظرنا لا يصح إلا صحيح، يعني في خبراء هتبقى فاهمة الناس بتقول إيه ولجنة الصحة بتقول إيه، ويجب أن يبدأ على قواعد سليمة. أنا مش هفرح، أنا هدي لحضرتك مثال، أنا مثار هذا الأسبوع في لجنة الصحة. أنا هستفيد بإيه قانون صدر ولم يطبق؟ هستفيد منه إيه أو يفشل؟ قانون التأمين الصحي على الفلاح حتى الآن لم يطبق، وده مثار الأسبوع ده في اللجنة. لماذا لم تطبقيه يا حكومة التأمين الصحي على الفلاح اللي من 2014 ولائحة التنفيذية خلصت 2015؟ لم يطبق لأن هو عمليًا
اوكل لوزاره الزراعه لم الاشتراكات من الفلاح اللي هو 120 جنيه أي. وفي المقابل الدوله تدفع 200 جنيه لكل مشترك. وفي ناس قالت ان 120 جنيه اصلا كانوا كتير يعني بالنسبه للبعض. والله يا فندم لو جزئت من المجتمع المدني سواء جمعيات او بنوك وقال له ادفع 10 جنيه في الشهر بدون ارباح والبنك او جمعيه ادت للتامين الصحي ال 120 على بعض ده متهيألي كان هيحرك الدنيا. اولى 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 ان انت تامن على المزارعين وصغار الفلاحين المحتاجين دلوقتي تكاليف علاج عاليه. طب يعني طب حضرتك شايف ان منظومه التامين الصحي الشامل عشان برضو احنا عمالين نتكلم فيها بصراحه بقالنا كتير قوي، هل ممكن تشوف نفس مصير القانون الخاص بالتامين على الفلاحين؟ لا لا احنا مش هنسيبها تحصل كده، احنا دلوقتي المسؤولين عن التشريع ورقابه الدوله، لا ما نقدرش نقول كده. سوف نبدا ولكن نبدا على القواعد اللي قلتها لحضرتك، نكون ضامنين استدام تمويل، وجود طبيب رعايه اوليه متخصص حوسبه النظام، وتقدم الخدمه في منطقه في مكان يليق بالمواطن المصري ان يؤمن عليه. لو النيه موجوده ممكن نشوف القانون ده يصدر امتى وتطبيقه على ارض الواقع امتى؟ اعتقد في وجهه نظري يقر هذا القانون على ثلاث اجزاء، يعني على يقر القانون متضمن ثلاث اجزاء ثلاث قوانين تحت مظلته في نفس التوقيت حضرتك بت بت بتعمل الحاجات اللي انا قلت لحضرتك عليها. اعتقد هتاخد الفتره دي عندما يقر القانون تاخد سنتين فتره تدريب، بعد كده تقدر تبدا في نص المحافظات، وبعد السنه اللي بعديها تبدا في نص المحافظات الاخرى. يعني لو في يعني لو في نيه وفي تمويل ممكن نشوف ده بعد 5 سنين من دلوقتي. اعتقد الاراده السياسيه والسيد الرئيس يعني مش هيتاخر في موضوع زي ده، وهو هو هو اللي بيسعى له، يعني موضوع التامين الصحي الشامل الاجتماعي حلم كل مصري. نعم. لكن يجب ان ينفذ على قواعد سليمه، واعتقد احنا كلنا سواء جهاز تنفيذي او جهاز تشريعي او الإرادة السياسية من رئيس الجمهورية طالما موجودة يجب أن يبدأ طبعا فورا. نعم دكتور أيمن أبو العيلة بشكرك جدا 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 على هذه المداخلة، وربنا يوفقكم يا رب كده في لجنة الصحة بمجلس النواب على أن كنتوا تقدروا زي ما حضرتك قلت كده، ده دورنا دلوقتي ودي الأمانة اللي في رقبتكم دلوقتي علشان تقدروا تحققوها، وان كنتوا مش هتسمحوا ان هذا القانون يخرج بشكل معيب، وان كنتوا هتفضلوا وراه لحد ما يطلع بالشكل المحترم اللي مفروض يكون موجود عليه والاليات الخاصه بتنفيذه على ارض الواقع. بشكرك جدا دكتور ايمن.